الله سبحانه وتعالى قد حدد الهدف والغاية من الخلقة بوضوح: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نتعلم من هذه الآية الشريفة الدرس الأول في الحياة: تحديد الغاية. عندما يأتي الطالب للحوزة العلمية المباركة عليه أن يحدد الغاية، لماذا انتمى إلى هذه الحوزة العلمية المباركة؟ هل ليصبح مفكرا أم ليصبح مربيا أم ليصبح مؤسسا أم ليصبح مبلغا أم غير ذلك؟ الغاية يجب أن تحدد. أيضا الأستاذ مسؤوليته والإدارة أن تتفاعل مع الطالب لكي تكتشف أن نفسيته تنسجم مع أي هدف. هذا يصلح أن يكون مبلغا أم مفكرا أم مربيا أم مؤسسا أم مرجع تقليد أم ما أشبه ذلك. المرحوم الشيخ عباس علي الإسلامي رحمة الله تعالى عليه في قصة مفصلة، رجل دين من الناحية الظاهرية عادي، لكنه حدد لنفسه الهدف وهو أن يكون مؤسسا. فطوال 50 سنة هذا الرجل الذي لم يكن يسنده أحد إلا الله سبحانه وتعالى وإلا همته الرفيعة، هذا الرجل استطاع أن يؤسس 300 مدرسة. 50 سنة 300 مدرسة، يعني كل سنة كم مدرسة؟ 6 مدارس، يعني كل شهريا مدرسة. هذا رقم خيالي في منطق رجل الدين العادي، لا إلى ثروة ولا إلى مرجعية ولا إلى شخصية. رجل واحد لأنه حدد الهدف استطاع أن يصنع 300 مدرسة، وهذه 300 مدرسة ربت 50,000 طالب، عدد صدق هائل غريب. الإنسان عليه أن يتعلم من هذه الآية القرآنية الشريفة أن يحدد الهدف. الله حدد الهدف: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا عندما أنتمي للحوزة أو عندما أتاجر، ليش أتاجر؟ حتى بهذه الثروة أدافع عن حريم الدين أم أقوي اقتصاد البلد أم أسرح وأمرح كالبهيمة والعياذ بالله؟ أحد علمائنا الأبرار حدد الهدف أن يكون مربيا، وهو المرحوم الميرزا مهدي الإصفهاني. هذا الرجل حدد لنفسه هدفا أن يربي سلسلة ومجموعة من الفطاحل ومن المجتهدين قبل 40-50-60 سنة في مشهد المقدسة، وربى العشرات بل المئات من الفطاحل والأعلام الذين ذبوا عن حريم الدين. يكفيكم أن تعلموا بأن أحد تلامذته وهو المرحوم الشيخ الحلبي، هذا الرجل لتلمذ في النجف الأشرف في البداية وكان فيلسوفا، ثم على يدي الميرزا مهدي الشيرازي المؤسس للمدرسة التفكيكية هنالك اتضحت له الحقائق، فسلك مسلك أهل البيت عليهم السلام في القضايا كلها لا مسلك الفلاسفة. وكاستطراد، هذا استطراد في الواقع لكن لا بأس أقوله، إذا تريدون تعرفون اختلاف مسلك الفلاسفة عن مسلك أهل البيت فيكفيكم أن ترجعوا إلى فيلسوف هو حجة في الفلسفة كما هو حجة في التفسير، ويقبله الفيلسوف وغير الفيلسوف، وهو العلامة الطباطبائي، حيث يصرح في الجزء 5 من تفسير الميزان بأن مسلك الفلاسفة على مر التاريخ يختلف عن مسلك الأنبياء والمرسلين. هذا راجعوه في المجلد 5، والحديث طويل. الميرزا مهدي الإصفهاني كان هدفه أن يربي سلسلة من التلاميذ، وربى العشرات بل المئات من الفطاحل، ومنهم الشيخ الحلبي، اللي الشيخ الحلبي بمفرده على حسب إحصاء نقل لي ربى من الشباب الجامعي المتدين أكثر من 50,000 شاب جامعي. يعني كان يتعهد وهو طفل عمره 7 سنوات إلى أن يتخرج من الجامعة. حقيقة أنا شايف قسم من تلامذة الشيخ الحلبي سواء في إيران أم في أمريكا أم في بريطانيا أم في الكويت أم غيرها،
حقيقة الشباب جامعين من دكاترة ومهندسين ومحامين خيارة المتدينين. الشيخ الحلبي كان هدفه أن يربي الشباب الجامعي منذ طفولته حتى يتخرج من الجامعة. أنا ما هو هدفي؟ أن أصبح مربيا. عندما أنتمي الحوزة لازم أحدد هذا الهدف، أن أصبح مربيا كالميرزا مهدي الإصفهاني أو الشيخ الحلبي، أم أصبح مؤسسا كالشيخ عباس علي الإسلامي رحمة الله تعالى عليهم، أم أصبح مفكرا، قد الإنسان يكون مفكر، أم أصبح مرجع تقليد، أم غير ذلك. الدرس الأول الذي ينبغي أن يستفاد من هذه الآية هو ضرورة تحديد الهدف.